يا الله من سامراء المقدسة وبعد أحداث كربلاء وتغريدة سماحة السيد مقتدى السيد محمد الصدر حفظه الله رسالة من سرايا السلام قل أبو هاشم أبو هاشم يا الحنين هالرسالة من الغيارة تحت أمرك جاهزين أو ننتظر منك إشارة أو نصرخ إحنا من الأعماق كل شي هين للعراق كل شي هين للعراق عاش العراق ننتظر أوامرك يا ابن الزهراء.